السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على النتيجة، لما كنا محتاجين هذه النتيجة فديال الترتيب اللي موجود فيه مدينة وجدة. بهذه المناسبة المبارة أول حاجة كنشكر اللجنة المؤقتة اللي دارت دورها، ونباركوا للرئيس الجديد على المكتب ديالو. أنا أظن تقنيا حضرنا المقابلة، أظن في الشوط الأول طحنا في لو بيش أن درنا بوكو ديرور، كانت كثير أخطاء لأن طحنا في لا فاسيليتي. On veut les construire par derrière, c'est notre jeu. Ici, le style de jeu de Yana, il y a le Tamarera, le Kalamoujana, le Dernatoua. Il y a un peu de machaki. Avant le short tali, c'est un peu de temps dans le short tali. Il a fait la fin de la vie. 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 في الشوط الاول حاولنا نفرضوا الاسلوب ديالنا، لقينا بعض المشاكل. الشوط الثاني صحنا لعبنا على الاسلوب ديالنا، لعب في المساحات، لعب على الاطراف، ولا لا بريزونس ديفون لو بوت، والحمد لله على النتيجة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.